وش له هذا طران؟ هذا لا حلال. استاهلن ها؟ حط كل واحدة عندها كل شبك به ثلاث حبات. هذول أربع لأنهم كثيرات تبي شبكة. ترى أغلبها أبيض بس ما أدري ليه أحمر بالجوع. بدون فلتر مشكلة. ما يصلح لا لأكل إلا لا حلا. تفضلوا على العشاء. ها تعطني أربع. تقطع راس عند بطيخ. لا لا مو هاللون مو هاللون. نزل شوي شوي. هذول سبع قطع عشانهم أكثر شيء. بكرة أصوركم عدا قشر اللي يبقى. حتى الوبران ترى ينقص الملوحة من الأرانب. لو أنا جيت أنا محلي يخرخط مصرانسن. خلنا نسوي حركة الطعام. حل مشكلة تنتف الريش عند الصيصان واللي ياكلن بعض من عند الذنب. تشوفون ترى هذا حل مشكلة وحيد. دبغها دبغها ملح. تشوفون ياكلن الريش من وراه يبقى الذنب وينتفن الذنب ويطلعن على الامعاء اللي داخل ومصران ويسحبنها كلها. هذا علاج وحيد ملح. حطه مع العلف افضل شيء. ايا كان علف مو لازم بطيخ ترى. حطها معذرة. اليوم حطيتها هنا معذرة شوف. يعني ياكل النص ويخلي النص. حتى الارنوبات حطيتهن ملح. اول مرة احطهن بطيخ ترى. ايش باقي؟ باقي الروميات هذي. وخرن عن بعض جيب النص هنا هنا. تعال هات هذي. حطها لي هنا وفرق فرق. حطها جاي جاي جاي. هنا. أكثر سؤال جاني الله يذكركم بالشهادة. الملح هذا مهم لكل الطيور جميعها. حمام دجاج وش اسمه رومي أي شيء. هذا مكمل غذائي. ترى ينقصنا ملاح الدجاج. تلقاني نتفن ريش بعض. ينفعني ينفعني بشيء واجد. فوائده كثيرة أنصحكم به. حطيت على كله بطيخ. يعني الضغط عمى الضغط ديوان مليون. ارعوه ارتفع مع الضغط هذي. ما شاء الله ترى هذا من إنتاج الموسم اللي فات. هذيك أمه تشوفون اللي تعب جنحانها بس طلع أخير من أمه وأحسن من أمه بعد. كل شعره كيرلي ولا يطلع ذكر. نخيت كنت ذكر والله. وشو دون الديح حصاوة فتسربة. إن شاء الله أنه ذكر يطلع عز الطلب. عدا الخمس اللي عندي فالثلاث كلها ناتي بيضة والبرقة هذه كلها نافي خمس. هذا سادس. هل لا والله طلع انت وخسارة. بس والله انه شحم ما شاء الله تبارك الله. انا اكل انا اكل ما شاء الله والله مقفل عدال. يلا استعدني وشده. اصبر اصبر تعين وده ياكل كله. لا تعال وشو يلا اكله. اي كفو كفو. ايوه نخيتك ما شاء الله تبارك الله. هذه سلاله نادره والله جفت.
عاد ادفنها ببطحة. بإذن الله الصيف الجاي تصير ظل الحلالي واللي مو حلالي، وتظل الأشبوك مع جهة هذه شبكة وبران تفرش على كل الأشبوك هذه الساعة، تصير من فوقهم بعد، يعني حتى الزنك من فوق تغطي إن شاء الله. باقي اللي هنا بس خلوا حفرتها تشرب الماء وتلين. بدي أنظف هذه دوان عن السمادة عضو اللي أنا حطيت قبل شهرين، والله ما أدري كم، لا يحرقها علي دواء. خلينا نطلعه، هو اللي ذبح شيري الأول، عقب ما حيا ويوم ما عرق وصله ثاني مرة ويموت. هذه الزلنزخ قصيته من هنا، بعد غير قصة كذا، بس ما عندي شفرة قوية. دواء نصبر، هذه حطيتها ستاند لأن غصنها ضعيف، تربطها بالخشبة هذه. دورت كبر هذه ما حصلت إلا الصغار عنده، ولعب بيها هو لعب. هذا عاد التوت البلد، قبل ودي أحط عنده الوزكين لكن نموه بطيء ولا به فايدة، هذا به ثمر، وإذا طاح عنده الوز ويأكل لنا. ودي أحط وحدة بالنص هنا ووحدة هنا، يعني إن شاء الله السنة الجاية هن وعيالها أوسع لهن الشبك وأحط هنا مسبح هنا والظل هنا، يعني تصير لهم ظل ومثمرة بإذن الله، يعني بعد سنتين سنة ونص ثمرها إن شاء الله وظل. هذا حده تشوفون على حده حفر، واللي هنا يمشي لعمود، يعني أزود الشبكة لها. هذا بطيء مرة، ودي أسكر هذا عشان يقوى عند هذا، وهذه عاد أسقيها من هنا. هذه عاد أكثر وحدة مستانسة، حفرتها أكبر منها، بس عندها وز ما أدري كيف الطريقة، بلاد قاسية، لازم أول شيء أسقيها بعدين أحفر. يمكن أخليها لبكرة، أبلش باكينة وجهنمية. هذه صويتها بنص شبكة الوز التوتة الثانية، هذه وحدة والثانية أحطها هنا اللي هي هذيك، أحميها بكفرات عاد لما تصير كبر الشبك ومرتفعة عن الوز. هذه ترى نحطها بطحة دي عشان لأن بلادنا صفاه، غادي يسرع نموها. حط بس عطرة وشوه انتي تابع الشغل بصمت. جبت لي ماء، هذه عاد والله باش اتسخ اسقيه، خلي يومين بدي ادخل عند اوز عشان اسقيه. جيبوا لي ثلاث كفرات، المشكلة لو تطير وزة وتوقع وتطيح عندها تنشب الكفرات. بكرة ما اسقيها، بعد بكرة عاد اسقيها، عاد دوان جاء الشتاء، يعني فترة انا اسقيها وفترة امطار ان شاء الله باذن الله. عاد اسقيها من هنا، يعني دخل هوز عليها وانا برا الشبكة مع فتحة هذه.
هذه تحسبونها عبث جاي، ترى فيه فاره هنا وفي فاره تقولي